فقرتنا الإخبارية اليومية اللي دايما بنبدأها من صحف وأبرز ما ورد فيها من أخبار وتقارير ومقالات. بعد كده هتكون معانا نشطنا نشط صباح البلد الإخبارية. نروح لأول أخبارنا. أول أخبارنا منين يا رشا؟ أول أخبارنا النهاردة من جريدة الشروق، خبر تحت عنوان المالية الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي يوليو المقبل. كوجك وفد الصندوق يزور مصر في مايو لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. قال أحمد كوجك نائب وزير المالية لرويترز إن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي في يونيو أو يوليو المقبلين، مشيرا إلى أن قيمة الشريحة الرابعة من القرض تبلغ ملياري دولار. أكد نائب وزير المالية أن صندوق النقد الدولي سيزور مصر في مايو المقبل لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبهذا سيصل المبلغ الإجمالي الذي حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليارات دولار. كان الصندوق قد وافق على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها 2 مليار دولار أيضا الأسبوع الماضي. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.5% في العام المالي المقبل 2018-2019 من نسبة 5.3% كانت متوقعة في المراجعة الأولى لبرنامج مصر الاقتصادي. واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأربعاء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق في إطار تسهيل الصندوق الممدد EFF، ومع استكمال المراجعة يتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 4298.29 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي نحو 6.8 مليار دولار أمريكي. ننتقل لجريدة الأخبار ونقرأ مقال للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد. المقال جاء تحت عنوان تحيا مصر. في التفاصيل، في لحظة تاريخية لا تنسى، خرجت ماكينة الحفر العملاقة من أحد الأنفاق أمس بعد الانتهاء من حفر 4 أنفاق ضمن مجموعة أنفاق الإسماعيلية لربط سيناء بمدن القناة. لحظة تستحق الفخر والتباهي. لحظة حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يفتتح عددا من المشروعات الضخمة شمال سيناء، كما عاهد ووعد المصريين بتنمية حقيقية وإنجازات يشهد لها الجميع، وكان كما عهدناه دائما وفيا للوعد، فأنجز وأوفى وحقق حلم ربط سيناء بوطنها وأمها مصر بمشروعات ستعود علينا بالخير وبتنمية حقيقية تساهم في حل كل مشاكلنا الاقتصادية. بدأنا العمل الجاد من تخطيط وتنفيذ لمشروعات محور قناة السويس على أكمل وجه وبأيدي مصرية، وانطلقت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، تلك الهيئة الوطنية التي تصنع المعجزات وتتحدى الزمن، لتنفذها فورا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأموال وأيادي مصرية خالصة، واستطاعت تحقيق ما لم يستطع تحقيقه أحد بالتعاون مع 4 شركات وطنية مصرية لتنفيذ كل الأعمال، على رأسها المقاولون العرب، الشركة الوطنية صاحبة الخبرة العالمية والتي حققت نجاحا كبيرا في كل مشروعاتها ورفعت اسم مصر عاليا في أفريقيا. وكانت المقاولون العرب قد نجحت في إنزال وتركيب ماكينة حفر الأنفاق العملاقة بأحد أنفاق قناة السويس في يونيو 2016 بمنطقة شرق بورسعيد للبدء في أعمال الحفر الفعلية أسفل مياه القناة بعد التغلب على مشاكل التربة بالمنطقة لكونها طينية وليست صخرية، وابتكار طرق جديدة لإنشاء غرف الدفع النفقي الخاصة بنقطة انطلاق ماكينة الحفر، مما يعد إنجازا جديدا للشركة الوطنية العملاقة، وهو إنجاز يضاف لما تقدمه الشركة التي تشترك مع شركة أوراسكوم للإنشاءات في تحالف ضخم لسرعة إنجاز إنشاء الأنفاق أسفل قناة السويس بكل من شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد، لتكون شرايين حياة جديدة لتسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء. وبالتوازي مع حفر الأنفاق، كانت الأيدي تعمل بجد وإصرار في مشروعات قومية كبرى، مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة وكوبري الشهيد البطل أحمد منسي العائم بمنطقة نمرة 6 وكوبري الشهيد أبانوب جرجس العائم بالقنطرة ومشروع الاستزراع السمكي ووصول السفينة أحمد فاضل التي ستشارك في اكتشافات حقول الغاز والبترول. أصبحت سيناء أملا لكل مصري وقبلة للمستثمرين وسلة غذاء المصريين بحق وحق.
حقيقي بمزارعها السمكية ومصانعها وشركاتها ومدنها الجديدة، وجدتني أهتف من قلبي وأنا أشاهد كل هذه الإنجازات. تحيا مصر. ننتقل إلى جريدة المصري اليوم ونقرأ حوار لرئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، جاء تحت عنوان ملتزمون بقرار الأسعار الاسترشادية لضبط الأسواق ولا زيادات جديدة. أكد المهندس أشرف الجزائري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن السوق المحلية سيحتاج لنحو عامين للتعافي من آثار الانكماش وتراجع معدلات الطلب على شراء السلع الغذائية التي لحقت به عقب تحرير سعر صرف العملة الصادر في نوفمبر 2016. وأشار في حوار خاص إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نموا في معدلات الإقبال على المنتجات الغذائية بنسبة تصل لنحو 10%، وذلك في ظل حالة الاستقرار النسبية بأسعار أغلب المنتجات، لافتا إلى أن عملية التعافي من حالة الانكماش الأخيرة تتطلب العمل على اتجاهين متوازيين، أولهما رفع معدلات التوظيف وخلق الفرص الجديدة التي من شأنها القضاء على مشكلة البطالة، وكذلك العمل على زيادة دخل الأفراد لزيادة قدراتهم الشرائية عن طريق زيادة معدلات الإنتاجية الكلية بالدولة. ولفت الجزائري إلى أن إجمالي حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر يبلغ نحو 500 مليار جنيه، يمثل غير الرسمي منه نحو 50%، موضحا أن القطاع قادر على تحقيق معدل للنمو يصل نحو 10% سنويا وتوفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل مباشرة. قال رئيس غرفة أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية للدولة، أهمها مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد الجزائري أن شركات الصناعات الغذائية ملتزمة بتنفيذ قرار وزارة التموين لما له من أهمية لضبط وتنظيم السوق وكذلك توفير السلع ذات الجودة العالية للمستهلكين، مشيرا إلى أن هناك حالة من التواصل الدائم بين الغرفة ومسؤولي وزارة التموين لتحديد آليات تنفيذ القرار بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منه وهو ضبط الأسواق. وأشار إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا مع الوزارة على أن لا تطبق الأسعار الاسترشادية على المطاعم والأماكن السياحية والتي دائما ما تمتلك أسعار تختلف عن الأسواق العادية، منوها أنه من المقرر أن تشمل الأسعار الاسترشادية التي ستحددها المصانع لضريبة المبيعات. من موقع اليوم السابع نقرأ خبر جاء تحت عنوان النقل العام الانتهاء من منظومة التتبع في 200 أتوبيس وجري تعميمها على 1000 حافلة. أكد اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام أن الهيئة انتهت من المرحلة الأولى لمنظومة التتبع الإلكتروني لسيارات الهيئة والتي شملت 200 أتوبيس وجاري استكمال عدد الأتوبيسات ليصل إلى 1000 أتوبيس لإحكام السيطرة الآلية على السائقين وتحديد مدى التزامهم بعدد الرحلات المقررة والوقوف في المحطات المحددة ومنع السائقين من التوقف في أماكن غير مخصصة وضبط التزامهم للوقت المحدد للوقوف في الطريق ومحاسبة السائقين على السرعة المحددة وعدم تغيير خط السير والالتزام بالجانب الأيمن من الطريق، كما تستخدم التقنية الجديدة في حالة مواجهة أي طارئ أو عطل حيث يمكن توجيه أقرب ورشة متحركة إليه. جريدة الأهرام بها مقال للكاتب الكبير الأستاذ صلاح منتصر جاء تحت عنوان أعد حساباتك يا سيد ترامب. في التفاصيل، تعامل الرئيس الأمريكي ترامب مع قضية القدس بأسلوب الغني الذي دخل مزادا قرر أن يفوز به، فهدد من يتجرأ على منافسته بإنزال غضبه البالغ عليه، ولكن تهديداته لم تنجح وخسر الصفقة. الولايات المتحدة بلا شك دولة عظمى، ولكن الموقف الذي اتخذه الرئيس ترامب من قضية القدس أفقد بلاده أهم ميزتين حرص عليهما الشعب الأمريكي، دفاعه عن الحرية وعن الديمقراطية. الآن على الرئيس الأمريكي أن يعيد حساباته ليعرف من وقف معه ومن كان ضده رغم التهديدات التي أطلقها على من لا يصوت معه. هل عرفت يا سيادة الرئيس من أيدوك وصوتوا لقرارك؟ 7 دول بالعدد هي غواتيمالا 15 مليون نسمة، هندورس 6 مليون نسمة، والاثنتان من دول أمريكا الوسطى.
توجو 7.5 مليون نسمة، أصغر دولة في أفريقيا. ميكرونيزيا 103,000 نسمة. ناورو 9,000 نسمة. بالاو 20,000 نسمة. جزر مارشال 52,000 نسمة. والدول الأربع جزر في المحيط الهادي. أي أنه بعملية حسابية وقف معك من كل العالم أقل من 29 مليون شخص. أين حلفاء أمريكا الكبار يا سيادة الرئيس؟ بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، اليابان مثلاً صوتوا ضد قرارك، بينما أستراليا وكندا امتنع عن التصويت كي لا يكون معك. وفي المحصلة فقد وقفت 128 دولة إلى جانب الحق والعدل وهزموا قرارك. لقد هددت يا سيادة الرئيس متصورا أن الحاجة المادية ستحمي الظهور، والآن يتأكد لك أن هناك من المبادئ العقيدية ما هو أكبر من الحاجة المادية ومن أي اعتبار آخر، وأن الرؤساء الذين سبقوك كانوا حريصين على ألا يرتكبوا خطأك. أنت تحتاج العالم يا سيادة الرئيس كما أن العالم يحتاج أمريكا، ولكن أمريكا زعيمة الديمقراطية والحرية. أخيرا من جريدة الأخبار نقرأ تقرير جاء تحت عنوان هنية لدينا معلومات عن إجراءات أمريكية جديدة بشأن القدس. أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إنه لا يمكن للأمة العربية والإسلامية التنازل عن القدس، مؤكدا أن القدس الموحدة عاصمة لدولة فلسطين. وأضاف هنية لدينا معلومات أن الإدارة الأمريكية ستقدم على قرارات جديدة حول القدس والقضية الفلسطينية، منها الاعتراف بيهودية الدولة وضم المستوطنات الإسرائيلية إلى القدس وشطب حق العودة. وأكد هنية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك القدس كي يهديها لإسرائيل، مضيفا نحن بحاجة لمراجعة شاملة لمسيرة التسوية من بدايتها ونعلن انتهاء اتفاقية أوسلو. ودعا هنية السلطة الفلسطينية لاتخاذ قرارات حاسمة ورفع اليد عن المقاومة والانتفاضة. وأكد هنية أن فلسطين كلها قدس والقدس كلها فلسطين، حيث أننا سنذهب في هذه المعركة حتى النهاية مهما كلفنا ذلك من تضحيات وشهداء. وأشار إلى أنه ليس هناك على طاولة فلسطين ما يسمى التفاوض على القدس أو التنازل عنها أو القبول بالاقتسام سواء فوق الأرض أو تحتها، فالقدس كلها لنا ولا يجوز لأحد التفاوض عليها أو التفريط بها. لحد هنا بتنتهي قراءتنا في الصحف، ونروح مباشرة لنشرتنا نشرة صباح البلد الإخبارية. تفضلي يا رشيد. شكرا أحمد. نشرة الأخبار من صباح البلد. قال النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. وهذا المشروع سيساهم بشكل كبير في التصدي لمشكلة البناء العشوائي والقضاء عليه. أضاف فهمي أن فلسفة مشروع القانون قائمة على إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان. وبهذا التعديل سيتم التصدي لظاهرة البناء العشوائي التي أصبحت تهدد الكتلة السكنية والبنية التحتية في مصر. تستضيف المحكمة الدستورية العليا اليوم فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لاتحاد المحاكم الدستورية العربية في دور انعقادها 15 بمقر اتحاد المحاكم الدستورية في القاهرة، والتي يرأسها المستشار الدكتور حنفي علي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام للاتحاد، والتي تستمر حتى 26 من ديسمبر الجاري. يناقش الاجتماع أهم أحدث أحكام القضاء الدستوري في الوطن العربي بحضور المستشارين ممثلي المحاكم الدستورية العربية أعضاء الاتحاد. يترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس ليلة عيد الميلاد مساء اليوم بمشاركة جميع الأساقفة وأباء الكلية الإكليريكية، ويقام القداس في 9 مساء بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر. يعقب استقبال البطريرك التهاني من الضيوف والحضور بعد ختام كلمته التي سيوجهها إلى جميع أبناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر وبلاد المهجر بمناسبة العيد، وعنوانها ميلاد المسيح هو الفرح والخلاص للبشر.
تنظم وزارة البيئة اليوم احتفالية يوم الوفاء لتكريم العاملين بمنظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، تقديرا لدورهم الفعال في مواجهة تلك الظاهرة وتشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد خلال المواسم القادمة، وذلك بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة. ونفذت وزارة البيئة عددا من الإجراءات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة الناتجة عن حرق قش الأرز، حيث قامت الأفرع الإقليمية بالمحافظات على مدار الفترة بمواصلة جهود الحد من حرق المخلفات الزراعية قش الأرز، سواء بالجمع والتدوير وتعريف المزارعين بأضرار الحرق والاستفادة الاقتصادية من تلك المخلفات، بالإضافة إلى حملات فحص العوادم للحد من الانبعاثات الناتجة عن العوادم المخالفة للاشتراطات البيئية، وشن الحملات التفتيشية المفاجئة والمتواصلة على المنشآت الصناعية المختلفة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية. يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي اجتماعات الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني بالقاهرة بدءا من اليوم وحتى 28 من ديسمبر الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتركز الجلسة على مناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي، خاصة متابعة خطة تحرك البرلمان العربي التي اعتمدها في جلسته الطارئة بتاريخ 11 من ديسمبر الجاري بشأن تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، وهي الخطة التي تتضمن زيارات لوفود من البرلمان العربي للدول الأوروبية والأفريقية لشرح أبعاد قضية القدس وانعكاسات القرار الأمريكي على مسار عملية السلام في المنطقة.